مجموعة ديال المنصات حول يعني أحياء المدينة. عادة يكتفى بمنصة كبرى ومنصة للفنون الشعبية. هذه الدورة حاولنا أن نضيف ثلاث منصات سميناها بالصغرى. إحدى المنصات أطلقنا عليها اسم منصات المواهب، والمنصات الأخرى خصت الأحياء. هنا اللي أعطت الاعتبار للفرق المحلية على اعتبار أنه كانت يعني تدمج بين قوسين في الدورات السابقة. هذا من ناحية، من ناحية أخرى على مستوى الموكب الذي يعتبر ركيزة أساسية للمهرجان، حاولنا أن نستعين بمجموعة من الفنانين التشكيليين المحليين لإعطائنا يعني إخراج جديد حتى نتفادى الروتين الذي يطبعه يعني الدورات السابقة. أيضا حاولنا أن نعقد صفقات مع مجموعة ديال الفرق الموسيقية ما يعرف بموسيقى الشارع، حتى نقرب أيضا المهرجان أقرب من أكثر شريحة للمجتمع. أيضا حاولنا أن نستعين مجموعة من الفنانين يعني ديال الصناعة التقليدية، إذن هم الذين يسهرون على يعني إنشاء وإنجاز المواد ديال الموكب. يعني هذا بالإضافة إلى مجموعة الأفكار التي سنحاول إن شاء الله مفاجآت إن شاء الله نطرحها للجمهور الكريم إن شاء الله.